اليوم سأحكي لكم قصة مثيرة عن عالم الجن. في يوم من الأيام كانت امرأة تعيش وحيدة مع ابنتها، وكانت الفتاة لديها علامة بيضاء غريبة في شعرها، وكان أهل الحي دائما يعتقدون ويتهامسون أن هذه العلامات الموجودة في شعر الفتاة مفتاح لكنز قديم من كنوز السحرة والمشعوذين. وذات يوم طرقت امرأة غريبة باب منزل الأم وابنتها وطلبت منهما الضيافة، فأكرمتها وأخذت المرأة تتحدث مع الأم ويتجاذبا أطراف الحديث، حتى أخبرتها الأم أنها تحلم ببناء حمام وتحاول جمع أموال لبنائه. وعندما سمعت المرأة الغريبة هذا الكلام فرحت وقالت لها: سوف أساعدك وأعطيك هذا المال، ولكن بشرط هو أن تتركي لي ابنتك تذهب معي لاستخراج كنز، حيث أننا نحتاج إلى قطرة واحدة من دمها. رفضت الأم هذا الطلب بشدة، وأصابها خوف وقلق شديد من المرأة، ولكن ظلت في أعماقها الرغبة في بناء الحمام بشدة. وكانت المرأة الغريبة تعلم هذا جيدا، فحاولت إغراءها والضغط عليها قائلة: نحن سوف نبدأ في بناء الحمام لك، وسوف يكون من الرخام والمرمر بالكامل، ولكن قبل إتمامه سوف تذهب معي ابنتك لمدة أسبوع واحد فقط، وسوف أعود بها يوم تنتهي الأشغال في الحمام. أصبحت الفكرة تجول في عقل الأم، وأحست أنها سوف تفقد فرصة عمرها التي لن تأتيها من جديد، فملأها الجشع وقررت أن تغامر. وفعلا بدأت الأشغال في الحمام، وقبل أسبوع واحد من انتهائها جاءت المرأة الساحرة وأخذت البنت من والدتها. مرت الأيام بين فرحة الأم بقرب انتهاء الأشغال وبين الخوف والقلق على ابنتها، إلى أن انتهى الأسبوع بالكامل. استيقظت الأم في الصباح تنتظر سماع صوت طرقات الباب، وطال انتظار الأم ولم تعد الساحرة. خرجت الأم واتجهت إلى الحمام، فوجدته قد اكتمل بشكل جميل ومبدع، وقد رحل جميع العمال. ازداد خوف الأم وقلقها مع الأيام، ومرت الأيام والأسابيع والشهور، إلى أن توفيت الأم من الحزن والقلق على ابنتها. بقي الحمام الجميل لا يزوره أحد ولا يعرف بمكانه أحد، حتى قام أحد من أقرباء الأم بفتحه وجعله للعامة. ولكن كان هناك شيء عجيب في هذا الحمام، فكلما دخل الناس إليه كان يفزعون ويخرجون منه دون رجعة، حيث كانت تخرج من أرض الحمام خصلة شعر بيضاء طويلة منتصبة كأنها سنبلة مزروعة وسط الحمام. وقد كثرت الأقاويل حول هذه الحادثة، وانتشرت حتى قررت السلطات أن تبحث في الأمر هذه الخصلة العجيبة. وعندما حفروا أرض الحمام وجدوا على عمق عدة أمتار جثة الفتاة مقتولة بطريقة بشعة. وفي النهاية أحذركم من هؤلاء السحرة.